قد هوسات كعريمها قدها يقولها وكيلة سوماليلان وحي مقالة برعية حارونتا قبل كتوكدير اي كلا كل من اضياشا ايو ماسولين تمامو الكاسي او اي كلا هاللين حير كسامي قيبسيكا او هريا لبرلمان كسوماليلان سيدو وربحين تصوصو عطا مقالة برعون وقصو ديري وريها يقا محمد سعيد قحنور قد هوسات كعريمها قدها يقولها وكيلة سوماليلان ايا كلا لقاتي عقاشا سلا دين تيمامو الكقبل كتوكدير كواسو جيد ككلا كودو دارهنا سيداي حلبانة دان يوغلتا شنلها ايان حير كاي كوي مادان حلبانة دا اقل كقولها وكيلة سوماليلان غارهان دين عسامي قيبسي كقبل دا دالكا وغهران تي حلبانة دا قد هوسات كعريمها قدها ايا حكب بحيي وجيد كاو سعدال كودو دارهنا وحانا هدالدو دي كمدها سودال دير وقولوا دكتور مريجي وقولوا كاروان صومرني كارنا وقصرنا كارنا تبدلنا من تبدلنا انا كارنا صومرنا وعرين كوسابسن هيركا دورشه قولها وكذا انا وشدة حقيقية باللي جيش إنه إنتنا حير كسمين كهون هذه جن حير مركز السمين يروي في عن طاي إنت عم تذكر ما هو كده ولا إنا اللي جيش إنه بعيد يعني في سيسو إنا نوحكم جينا إنتنا حير كسمين ويو حير حير كستا تدبر بقية تدبر محاكرة لغوما ويا تدبر سمين حير كهين بني تدبريهين وحلقوا بيديا سيحروا تبالي ونوضان ما انت سيدة لغو فرديها وحلوهي صدح حيو طبان هو برا لباتن هرقيسا طبان صاحرة شريو طبان تقديرة لبيو طبان سناقة يل لبيو طبان صورة وحبر لغو قوينا ماها وحكتاب قرانا لغيينا ماها وهو حلق قولي وحنو ينسو عنانا وحلوهي أنا أقول لكم 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 أنا أقول geesta kale waxa xogururintan ay gobolada dalka ay ku mari doonaan xilibanada gudahoosaadka arimaha guduhu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo iyo sidoo kale xiliban Mubarak Yusuf Cilmi Bidho oo isagu ka socday goolaha deegaanka ee degmada Burco in lagu saarto waxa la leeyahay waxa ka waraacsan halkii uu yimid ee buurta iyo barasaanka buurta iyo barasaanka ee aha qabeyl waxaan jaraarad xalad uga taan oo taaysan ee mooyay oo ka dhiibayna insha Allah biidillah annagu maamulahan qorahaana waa ku darsanaynaa sida ama quraan noqoto ama aragti kala noqoto ugu dambeyntii uqaashiga salaadiinta iyo sidoo kale gudii hoosaadkani ayaa wada yeeshay shiray saxaafadu dibajooga ahaayeen isla markaana ay ku falama gurayeen arrimaha saami qaybsiga ee gobolka Togdheer Maxamed Saciid Gaxnuug telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Burco